السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، بصوا، زوجة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها، وبعد ما يقتلوه يمارسوا العلاقة المحرمة أمام جثته. الجريمة اللي قلبت الدنيا في الشرقية بجد، زي ما قلت لكم، في حريم الشيطان يقول لها قومي يعني هقوم أنا وتعالي اقعدي مكاني. بجد قولوا بقى بجاحة، قولوا اللي انتوا عايزينه كله، يعني حاجة بجد بجد الواحد مش مصدق. وبجد زي ما قلت لكم، لو الموضوع مش حقيقي ومكتوب في تحريات النيابة وحصل فعلا، عمر الواحد ما كان هيصدق. بجد احنا في علامات القيامة الكبرى، اللي احنا بنشوفه ده يا جماعة كتير 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 علينا. اقول لكم تفاصيل الواقع. قتلت زوجها ومارست الجنس مع عشيقها جوار جثته، قصة جريمة اثارت الجدل في الشرقية، قلبت الدنيا. اقول لكم تفاصيل الموضوع بالظبط. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. البداية بدأت بجلسة عرفية او قعدة صلح بين الزوجين، بين الزوجة اللي بتكلم عليها النهاردة وزوجها. اقول لكم تفاصيل الموضوع. بما توصلت اليه جلسة عرفية عقدت لانهاء خلافات بينه وبين زوجته محمد وزوجته، وقعدها الى مسكن الزوجية بناء على طلب الجلسة، ولم يتخيل انه سيلقي حتفه على يدها بمساعدة عشيقها. من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة نروي تفاصيل مقتل محاسب بشركة الصرف الصحي على يد زوجته بمساعدة عشيقها اسمه محمد. شاهد محمد اللي عنده 28 سنة موظف بشركة الصرف الصحي أماني اللي بتصغره بسنتين، يعني أصغر منه بسنتين، اكتذبته جمالها وقرر الارتباط بها، ولم يعلم انها على علاقة باحد شباب القرية اللي هو المتهم، وتزوجها بعد 7 اشهر من اللقاء الاول وفق احد جيران الضحية. في البداية كانت حياتهم هادية، واتجوزوا ورزقوا بطفل يبلغ من العمر 8 سنين، لكن بمرور الوقت دبت المشاكل بينهم، وكانت الزوجة تفتعل المشكلات مع زوجها بسبب علاقتها مع عشيقها. تعددت لقاءات الزوجة بعشيقها دون علم أحد، حتى سمعتها أم الزوج وهي تتحدث مع عشيقها، فصرخت في وجهها: أنت بتكلمي مين؟ أنت بتخوني جوزك؟ فتركت الزوجة المنزل وانتقلت للعيش في منزل والدها بدعوى أن والدة زوجها تتهمها في شرفها. قرر بعدها الزوج الضحية الانفصال عن زوجته، لكن تدخل بعض أقاربه حالة دون ذلك حل يعني الموضوع. ويقول بقى عمدة القرية: نجح عدد من الأهالي في تهدئة الأوضاع بين الزوجين وإقناعه بإعادة زوجته للمنزل، فوافق بشرط واحد، إن هي ما تمسكش تليفون. ومع تضييق الخناق من الزوج وأسرة الزوجة ومراقبتهم، اشترى عشيقها هاتف ليها ليتمكن من التحدث سويا. وكلما سنحت الفرصة لتخدير زوجها كانت تستدعي عاشقها لإقامة العلاقة المحرمة. وقالت الزوجة أثناء تمثيل الجريمة: كنت دايما أحط له منوم وأتصل برضا اللي هو العشيق بحسب كلامها. استغلت الزوجة وجود والدة زوجها التي تقيم معها في المنزل رفقة بنتها في مستشفى لإجراء عملية قيصرية، وعقب انتهائها من معاشرة زوجها وضعت أقراص مخدر في النسكافيه، واتصلت بعشيقها للحضور والتخلص من الزوج الذي حضر تمثيل الجريمة. قال دقائق معدودة وحضر العشيق ممسكا بعصايا، وبمجرد دخوله المنزل أشارت الزوجة نحو غرفة النوم، قالت له: هو هناك، ادخل الأوضة دي. سارع المتهم نحو الغرفة وأخذ يعتدي بالضرب على الزوج. الضربة الأولى فوقت الزوج فهم اللحاق بالمتهم، إلى أن الزوجة دفعته ليرتطم بالغسالة ويسقط أرضا.
وبعدما تأكد العشيق من وفاة الزوج أبلغ زوجته التي طالبته بحلاقة دقنه لتغيير معالمه. يعني بعد ما موتوا الزوج قالت له بقى قوم احلق دقنك عشان نغير شكلك وتاخد الجثة دي وتتخلص منها. وما أن فرغ من تنظيف المنزل سارع المتهم بإحضار عربية كارو لنقل جثة الضحية، ولم يستطع العشيق حمل الجثة، فهم الاستعانة بها لمساعدته في وضع الجثة على العربية. وبعد كده قالت له خلي بالك، خد العربية ومشي بيها. بمجرد تخلص العشيق من جثة الزوج عاد للزوجة ومارس العلاقة المحرمة. أنا مش مصدق، أنا حاسة إن أنا دايخة. بعد ما قتلوه وراحوا خدوا جثته على العربية كارو وراحوا رموها في الترعة وتصوروا بكاميرات المراقبة، وده كان سبب فضيحة أمرهم. رجع لها تاني ومارسوا العلاقة المحرمة. صباح اليوم التالي الهدوء يسود المنطقة. قطعت أصوات صرخة الزوجة، جوزي خرج ومرجعش، الحقوني. يقول أحد الجيران الضحية خرجت القرية كلها للبحث عن الزوج ولم يبدي على الزوجة أي شيء. كانت بتقول أنا حضرت له الفطار ومعرفش هو راح فين. وبعد 3 أيام من البحث عثر الأهالي على جثته في شوال طافية أعلى السطح مية صرف، رموه في الترعة زي ما قلتلكم. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، ربة منزل وعاشقها عامل مقيم بذات القرية. عندما اتفق على قتل الزوج ليخلو الجو لعلاقة غير شرعية بينهم. انت مش عايزة جوزك بتكلمي واحد تاني، اتطلقي وسيبي. ده ابسط حل، يعني مع انه غلط كله كده، كل الموضوع غلط في غلط. ازاي تعرفي واحد غير جوزك وجوزك وانت على ذمة راجل تاني، او تعرفي واحد تاني وانت على ذمة راجل تاني. انت مش عايزة جوزك تطلقي منه، مش تجيبي عشيقك وتحطي لجوزك منوم وتضربوه على دماغه، وبعد كده تحطوه في شوال وتروحوا ترموه في الترعة، وبعد كده عشيقك يرجع يمارس معك العلاقة المحرمة بعد ما خلاص قتلت جوزك، وبعد كده تصوتي وتقولي الحقوني اصل هو خرج ومرجعش. بجد عمل شيطاني، يعني بجد الشياطين متبرية من البني ادمين دي. يعني الشيطان ما يفكرش في اللي هم فكروا فيه. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل ست تمشي في الحرام، حسبي الله ونعم الوكيل في كل راجل يستباح عرض اي راجل تاني. تبقى عارف ان هي متجوزة ومعاها جوزها وتعمل معاها علاقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة ربوا عيالكم كويس على الدين والصلاة وقراءة القرآن، ارجعوا لربكم. مفيش أي حاجة حرام بتدوم للبني آدم. مهما قعدت واستخبيت 100 سنة وانت بتعمل الحرام هيجي لك يوم وتتفضح والدنيا كلها تعرف انت كنت بتعمل ايه. لا حول ولا قوة إلا بالله.